الراديو 90-90 هواها مصري. بسم الله الرحمن الرحيم، ودائما بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من باب رزق على الراديو 90-90 هواها مصري. النهاردة معانا حلقة خاصة، الحقيقة هي حلقة خاصة لكن شجعتنا اننا نكون اول برنامج اذاعي يستمر بقى في الحلقة الخاصة دي. اعتقد ان احنا اول برنامج اذاعي يعني في الفترة الاخيرة نعمل حلقات اسبوعية عن الكتاب. الكتاب مهم جدا اننا نرجع مرة تانية، يكون من اسلوب حياتنا، من الحاجات الطقوس بتاعت حياتنا، اننا يكون معنا كتاب على الاقل كل شهر بنقراه، بنستمتع بقرايته، بنضيف للمكتبة، بنقول لفلان انا قريت كتاب حلو خد الكتاب ده. وان شاء الله اعتقد اننا بتخصيص حلقة اسبوعية من باب رزق، ربنا يرزقنا رزق القراية، رزق اقرأ، اول كلمة اقرأ، فان شاء الله ربنا يرزقنا رزق القرايه ونقدر اننا كل اسبوع نعمل الحلقه ونشوف بقى نقلب في حاجات كتير جدا ونعلن مسابقاتنا ونقدم جوائز للكتب ونشوف مين المواهب اللي بتكتب. يعني استعدوا لموسم جميل مع الكتاب، واعتقد الكتاب سيبقى وسيظل هو خير صديق للانسان، يعني ما فيهاش كلام، الكتاب، الكتاب الجيد اكيد. طبعا احنا بنتلكك اننا نعمل حلقتنا عن الكتاب بمناسبة بدأناها كده، قلنا نقعد نستنى شوية عشان ننتظر دخلة حدث ثقافي مهم مش بس في مصر، في العالم العربي كله، هو معرض القاهرة الدولي للكتاب. معرض القاهرة السنة دي في استثناء لانه السنة الخمسين، 50 سنة لما دولة تحتفل وتحتفي ويبقى عندها معرض كتاب 50 سنة، عمره 50 سنة، عمر دول يعني عمر حاجات 50 سنة، ده حاجة عظيمة وحاجة كبيرة جدا اننا يبقى عندنا حدث ثقافي بهذا العمر. مش بس كده، معرض الكتاب بينتقل الى مكان افضل، هو مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية اللي في التجمع الخامس. ربما بعض الناس تشوفه ان هو ابعد، بس الحقيقة مكان ينطبق عليه فكرة انه مكان ادمي يحترم الضيف اللي رايح يحتفي بالكتاب او بندوة او يقابل المؤلف المفضل لدي. مكان محترم، مكان جميل، يعني السنة دي الناس بس تتعود عليه والدنيا هتبقى جميلة وحلو. خليني أكد على حضراتكم أن الدورة 50 من معرض القاهرة الدولي اللي هتقام في مركز مصر المؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس يوم 22 يناير، هتبدأ يوم 22 يناير هتستمر لغاية 5 فبراير، بيشارك فيها 169 ناشر بيمثلوا 35 دولة. المعرض موجود فيه 723 جناح، وعدد الناشرين المصريين 748، وبكده بيكون عدد إجمالي الناشرين مصريين وغير مصريين 1273. رقم جميل كبير عظيم، يخلي يعني يخلي الحدث مستمر في قيمته اللي احنا اتعودنا عليها سنين وسنين. سعر تذكرة الدخول 3 جنيه، وكل يعني ذوي الاحتياجات الخاصة كلهم بدخول مجانا. طيب خليني ارحب بأول ضيفين في، انا هسمي اليوم ده المطبعة لان انا بحب المطبعة بصراحة، فهسميه اليوم ده يوم المطبعة، الحبر والورق ان شاء الله دايما يفضل الحبر والورق ده موجودين في حياتنا عشان ينتجوا لنا كتب جميلة ومؤلفين عظام ومواهب وابداع جميل. خليني ارحب بالاستاذ احمد البوهي مدير دار دول للنشر والتوزيع، اهلا يا احمد. اهلا بك. والاستاذ علي عبد المنعم مدير النشر العربي في موقع ستوري تيل، شركه سويديه متخصصه بقى في ايه؟ في النشر الصوتي، عشان هنعرف النهارده النشر الصوتي برضو الذي لا يتخلى عن المطبع. اهلا بيك يا استاذ علي. جمهور حضرتك الكريم. خليني ابدا معاكم بالمعرض. 50 سنة دولة تحتفل
انها تمتلك معرض للكتاب وحدث ثقافي عمره 50 سنة. احمد انت بتقيم الدورة الخمسين دي ازاي؟ يعني 50 سنة على معرض القاهرة الدولي للكتاب، انا عايز اقول ان مصر رائدة في الثقافة بشكل كبير جدا على مستوى الوطن العربي، واليوبيل الذهبي ده يمكن اقدم معرض على مستوى المنطقة العربية، ودي قيمة كبيرة جدا لمصر، وكمان يعني بتتزامن مع بعض كده الاحداث الحلوة اللي هتخلي المعرض يكون بيحتفظ بمكانته وسط المعارض العربية وسط الوطن العربي كله، اللي هو نقله لمركز المعارض والمؤتمرات في التجمع الخامس. فأنا شايف إن دي خطوة كبيرة جدا بتحفظ لمصر قيمتها، وبتحفظ للثقافة المصرية كمصر كدولة رائدة في الثقافة على مستوى المنطقة العربية كلها، بتحفظ مكانتها المستمرة إن شاء الله، اللي هي تفضل على طول رقم إن شاء الله. متفائل بالمكان الجديد؟ أنا بشوف ردود الفعل الجمهور على السوشيال ميديا متفائل بالمكان الجديد، وهم هيبقوا حابين يروحوا ويشوفوه، خاصة إنه بقى في توفير لوسائل المواصلات من كل الميادين العامة تقريبا في مصر، وفي تكاتف كبير جدا من وزارة الثقافة ومن وزارة النقل والمواصلات، إنه يبقى في توافر للجمهور ويعني يوفروا له كل سبل الوصول بأسهل طريقة ممكنة لأرض المعارض الجديدة إن شاء الله. حلو قوي. علي عبد المنعم، قبل ما اكلمك على النشر الصوتي خليني اقول لك برضو بيتواكب دايما معرض الكتاب مع اجازة نص السنة، كان بعض بيجي حتى من المحافظات الشباب، كان في عندنا اثار جانبية سيئة اللي هو فكرة ان انا رايح عشان اكل كشري ومحشي ومش كده فهو واشتري مش عارف حاجات ملاش علاقة خالص بالكتاب. اظن ان في الدورة دي كل هذه الامور يعني هتبقى محسومة، اللي رايح رحلة ثقافية جميلة. بالطبع يا فندم كلام حضرتك سليم. هو كان دي كانت ميزة اللي حضرتك ذكرته، كان ميزة وعيب في معرض القاهرة، ان هو كان ان احنا بنعتبره كجمهور او كحاله عامه من الشعب المصري ان هو فيستيفال، هو مهرجان اكتر منه معرض كتاب. فده كان حاله فريده، يعني انت بتلاقي الاسره رحب بكل اطيافها، اولاد وبنات، بس مش رايح على الكتاب ولا رايح على الندوه، كان رايح يتفسح، كان رايح ممكن يشوف امسيات فنيه، ممكن يشوف موسيقى شعبيه، ممكن يشوف حاجات تانية غير الكتاب، هي كلها انشطه ثقافيه بتشمل نطاق الصناعات الابداعيه. اعتقد ان ده هيبقى متوفر السنه دي بشكل قوي جدا كمان من اداره معرض من الهيئه العامه للكتاب في التنظيم، موفرين كل الانشطه الابداعيه دي موجوده في المعرض بس في مكان ادمي. فده هيفرق كتير جدا معانا كلنا، يعني معانا كلنا احنا فعلا متاخرين كتير عن الخطوه دي. الخطوه طبعا طبعا بنشوف المعارض بره عامله ازاي، حاجه تليق باسم مصر، المركز مؤهل، حتى لو احنا كنا خايفين من البرد، المعرض القديم لو حصل مطره او حصل شويه رياح شويه تراب محدش محمي طبعا، ولا اللي في ولا كتب ولا كتب كنت كتب كان في كتب يعني مش مشكله كتب عشان انت ما تطبعش يعني. لا احنا بنطبع يعني، الراجل ده الناس بتخسر، بس سلامه الشخص نفسه اهم بكتير من قيمه الكتاب يعني. فدلوقتي لا، الصالات مؤمنه كويس، مش هتحس ببرد انت موجود جوه، ممكن تقلع الجاكيت بتاعك، مش هتبقى يعني ما فيش. والمواصلات موجوده، المواصلات موجوده باسعار كويسه اعتقد، نسقوا مع محافظه القاهره واعلنوا دوت على الصفحه الرسميه بتاعت معرض القاهره بخطوط السير، كل 15 دقيقة في تقاطر لحافلات، أكتر من خط من محطة رسمية، في كمان هيبقى اللي كان بيجي بالمترو هيلاقي في مواصلات عامة من المترو القديم اللي عند محطة المترو بتاعت معرض القاهرة لصلاح سالم. يعني ممكن يروح المعرض القاهرة بالمواصلات بالمترو ويركب من هناك ويلاقي مواصلة قريبة مش بعيدة أعتقد، يعني 10 كيلو يعني 10 كيلو متر يعني ولا 12. هو كده تلاقي المسافة حوالي 10-12 كيلو بالظبط، مش كده مظبوط، مش كتير يعني، لكن كتير في ظل الشكل الجميل والمحترم اللي الناس هتلاقي فيه المعرض اعتقد ان الامر يستحق. هنطلع فاصل بسيط جدا ونرجع بقى نتكلم عن الكتب والحبر والورق، وازاي تروح المعرض، وايه دليلك انك تروح المعرض، تشتري ازاي، وايه الكتاب المهم، وايه العناوين الخداعه، عناوين كتير خداعه يا استاذ احمد. معايا احمد البوهي مدير دار دون للنشر، وعلي عبد المنعم مدير النشر العربي في احد شركات النشر الصوتي. زي ما قلت لحضراتكم في باب رزق، قررنا ان شاء الله ان احنا نخصص يوم في الاسبوع حلقه خاصه عن الكتاب نسمي حلقتنا او اليوم بتاع الكتاب المطبعه، لانه
المطبعة دي هي الحدوتة، ويعني في الحلقة الجاية ولا حاجة هحكي لكم تاريخ المطبعة في مصر عامل ازاي عشان تعرفوا قد ايه عظمة تاريخنا الثقافي اللي احنا يعني عايشين بيه لغاية النهاردة، خطوة ورا خطوة لغاية ما حتى النهاردة واصلين بنحتفل ونحتفي بخمسين سنة، خمسين سنة معرض القاهرة الدولي للكتاب. ضيوفي أحمد البوهي وعلي عبد المنعم، ناشرين مصريين شباب ومثقفين، والحقيقة بيحترموا جدا الشغل اللي هم بيعملوه. أحمد قل لي يعني، خلينا ننتقل بقى بره معرض الكتاب شوية ونرجع لمعرض الكتاب بعد كده، على أي أساس بتختاروا في الدار عندكم العنوان اللي هتنشروه؟ مش العنوان طبعا، مش المقصود العنوان الرواية يعني، فلان، وأنا بشوف كمان أسماء جديدة. صحيح. إحنا يعني عندنا سياسة في النشر، بيكون عندنا خطة نشر تقريبا حوالي 40 إلى 50 عنوان في السنة. بنعلن عن دوت على الصفحة والموقع الرسمي بتاع الدار، وبيجي لنا تقريبا حوالي 1000 عنوان، 1000 طلب نشر على الإيميل، بيدخل مرحلة لجنة القراءة. حقيقي بيبقى مجهود جبار بشكرهم عليه، يعني ان هم بيقدروا ينتقوا الخمسين عمل من الألف عمل اللي تم إرساله على الإيميل. المعايير شروط معينة، بتحددوا شروط معينة، هل هي رواية، عدد صفحاتها، بتتكلم في اتجاه معين، ما بتتكلمش في اتجاه معين؟ احنا بنحدد بس التصنيف الرئيسي، يعني لو شعر يبقى بيبعت الإيميل لازم يكتب في العنوان ان ده شعر. لو في خطة النشر بقى مثلا فيه هنعمل السنة دي خمس عناوين شعر، يبقى هو احنا ملزمين بالعدد ده. لو خطة النشر قالت ان هو 20 عنوان شعر وهكذا، ولو رواية برضو بيكتب في العنوان رواية. وبيجينا وانا عايز اقول انه الادب والموهبة سهل جدا تصنيفها، وسهل جدا الحكم عليها من الوهلة الاولى. يعني الكاتب تقول ان هو كاتب من خلال اول 40 صفحة هو بيكتبهم، تعرف ان هو كاتب. يعني تقييم الكاتب نفسه ايه بقى على مستوى ان هو على المستوى النقدي، دي مرحلة تانية خالص. لكن هو يستحق ان هو ينشر ليه، بداية من انه يجاز ان هو يكون كاتب لرواية او كاتب لعمل بحثي محترم، او كاتب لحتى الكتابات الحرة اللي هي التدوينات اذا جاز. طبعا حكاية التدوينات دي بس يعني ارقاني شوية كراجل كاتب وقال بتؤرقني شوية، بحس انها يعني بوظت حاجات كتيرة في السنين اللي فاتت. إيه انا هقول يعني احنا مثلا، لانه كل دار نشر ليها يعني مجرد انك بتدون تدوين حر زي ما انت بتقول كده على صفحتك على فيسبوك ولا واتيفر ايه، على بتاخد الكلام زي ما هو وتحطه، بلاقي كتب كتير جدا 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 ملهاش لازمه. لا احنا عندنا مستحيل يبقى الكلام نفس الكلام اللي موجود على السوشيال ميديا يتحط في كتاب، لازم يكون فيه اداره تحرير كامله للمحتوى. لكن الميزه اللي بتميز التدوينات، ودي من وجهه نظري من اول يوم حتى الدار انشئت فيه او تم تاسيسها من 10 سنين، كانت بتنتصر لفكره صدق التجربه، ان اقل ما تحمله الكلمات المكتوبه من حد اصر ان هو يكتب وباستمرار وبشكل يومي عن حاجات هو صادق جدا في نقلها، فاقل ما يمكن ان انت توصل بها انه تجربه صادقه جدا وتحتمل قوي المشاركه مع الاخرين. ودوت كان نهج كبير جدا من اول يوم. يعني احنا كان عندنا دايما توازن، نعمل مثلا كتاب لعمنا الاديب الكبير دكتور بهاء طاهر مثلا، نعمل طبعا كتاب تاني لمدون حابب ان هو ينقل التجربه. كمان الاستاذ خيري شلبي لا الحقيقه الاستاذ بهاء طاهر، الاسماء الكبيره جنب المفيد فوزي جنب الاسماء الشابه بالظبط. يبقى فبيحصل التوازن ده، بس بحيث ان هو يكون العمل الشاب يكون عمل يرتقي لفكره انه يكون في مشاركه مع الاخرين. ودوت كان ليها تجارب ناجحه كتير جدا في كتب كتير جدا. هسالك سؤال قبل ما انتقل لعلي، عند كام يعني كام الف كتاب بيتباع بتقدر تقول الكتاب ده نجح؟ هو الموضوع ده مر بمراحل. يعني مثلا لو هنتكلم من 10 سنين، كان الكتاب اللي بيعدي الطبعه الاولى ده كان بيبقى حقق نجاح. الطبعه الاولى 1000 اللي هو 1000 كتاب.
ألف نسخة. لكن في الوقت الحالي أعتقد حصل رواج كبير جدا في آخر مثلا يمكن نقول 4 سنين في النشر، فممكن نقول إن الكتاب اللي بيعدي الطبعة الثالثة ده كتاب ناجح جدا، اللي هو 3000 نسخة. وفي طبعا ناس بتعمل الطبعة أقل من 1000، يعني 200 نسخة 300 نسخة. لا أنا أقل طبعا عندنا 1000 يعني. طيب أنا هنتقل علي الحقيقة هسألك الأول كناشر، ناشر بالحبر والورق، يعني فكرة انه التدوينات، لان زي ما انا بقول لحضراتكم كده احيانا كتير كتب بنخدع فيها، بيبقى الغلاف حلو، العنوان حلو، مش عارف ايه، تمسك الكتاب جوه تلاقي ما يتقريش، يعني لازم اقرب سلة مهملات وترمي. مظبوط. رأيك ايه في الموضوع ده؟ مش هقول لحك حاجة، احنا مرينا في مصر في اخر 7-8 سنين بظروف صعبة شوية. أي ثورة بتحصل في أي مجتمع أو في أي دولة بيتبعها دايما حراك ثقافي، فإحنا حصل عندنا ثورتين، فحصل حراك ثقافي كبير. السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، مش فيسبوك بس، بكل أشكالها، في تويتر، في حاجات كتير، في أكتر من 90 موقع، ما بين صور، ما بين مدونات، ما بين كتابات، أصبح في كونسبت موجود عالميا، مش ده مش في مصر بس، يعني الحالة دي مش موجودة في مصر بس. Everyone is publisher، كل حد دلوقتي هو ناشر. انت حضرتك لو كتبت بوست وحطيته على الفيسبوك انت نشرته، انت نشرته، ده اكيد. دي مهم جدا ان احنا بننشد، ان احنا بقى مجتمع في حريه تعبير كويسه حتى لو الكواليتي مش كويس. حصل مراحل مثلا دون من دور النشر الشابه زي وزي كتير، يعني تفوقت في اخر 10 سنين، خلقت نوع جديد من القراء. ممكن في الاول دون بتعمل كتاب كويس وكتاب في المدونات ليه جمهور كويس وبيبيع كويس، بس ادبيا لما تيجي تقيمه ما يطلعش كويس. للربح يعني، ممكن يكون للربح، ممكن يكون كوميرشال، ممكن يكون ده الحاله اللي طالعه في وسط الشباب. فلما تلاقي من النهارده مثلا احنا في 2019، في 2011 و2012 شباب كان عندها 18 سنه قرت اتعودت تقرا حتى لو مدونات ضعيفه فنيا او ضعيفه ادبيا، لما يوصل ل 30 سنه اعتقد ان هو بس اتعود يقرا. بس انا يعني بعتقد ان هو بيبقى تشوه كقرايه. لا هو القراءه بقت عاده، خلاص هيقرا كويس، بيقرا نفس النوع اللي لا مش هيقرا نفس النوع، كل ما هو سنه بيندب، لا بيقدر ان هو يقرا روايه حلوه، بيكون عنده قدره كبيره جدا على الاختيار بعد فتره، لان هو كونه قارئ فده معناه ان هو اختار اصعب وسيله للثقافه. يعني الثقافة السمعية دي أيسر، الثقافة البصرية يمكن أسهل وأيسر، فهو كونه يعني راح مكان واشترى كتاب واستحمل ان هو يقرأ 100 صفحة و200 صفحة و300 صفحة وكان عنده الشغف ده، فده بيكون عنده بعد فترة قدرة كبيرة جدا على الانتقاء والتحليل، وبيكون حد يعني احنا بنصطدم بيهم في المعارض طبعا، وبيجونا بيقولوا ده احنا يعني قرينا عندكم كذا من 10 سنين وحاليا انا حابب اقرا كذا، ويعني بيكون عندهم قدرة تحليل كبيرة. المشكلة الاكبر في النقطة دي ان هي احنا في خطأ من الاكثر ثقافة او الاكثر اطلاع او الاكثر وعي، ان هو بيسلط الضوء بعنف على الاعمال السيئة. فتلاقي الناس ممكن تروح لها، ممكن شريحة ما تنجذب الاعمال السيئة دي على الدعاية السلبية اللي حصلت، فلو تم تجاهل ده هو هيموت لوحده، والمجتمع او القارئ اللي يفلتر من خلال باب رزق النهاردة وحلقة المطبعة، انه ما تنخدعوش في العناوين او الاغلفة البراقة. يعني خليكوا دايما ايه يعني نعمل ايه عشان، وخاصة انكم دلوقتي بتغلفوا الكتب، فما الواحد ما يعرفش. لا من حق اصيل للقارئ او المشتري انه يفتح دوت وهو في الجناح، ومش ملزم انه يشتريه. حلو قوي. حق اصيل لزائر المعرض، اي دار ناشر بيزور معرض افتح الكتاب وشوفه من جوه، اطمن جودة الطباعة، اطمن سلامة الورق، اطمن كل حاجة، ده حق اصيل ليك. وهي دي الميزة كمان، ان هو يشتري الكتاب من دار النشر، هو بيشتري نسخة اصلية، فهو بيتعامل مع كيان كبير، وليه الحق ان هو يعني يطمئن تمام الاطمئنان الى الكتاب اللي هو بيشتريه على كل المستويات يعني. سواء حتى وبالنسبة كمان للاختيار، هو القارئ لازم يكون عارف المؤلف اللي هو بيجيب الكتاب. في مؤلفين جدد وبرضه بيبقوا كويسين، اعتقد ده بيتم بقى ايه فلترتهم كده على يعني دايما الشيء الناجح انا دايما بقول ان هو لازم يطفو على السطح. يعني في احيانا مثلا كتب من الاكثر مبيعا تلاقيها بعد فتره خلاص يعني ما بقتش ليها وجود. وفي كتب تانية ممكن ما كانتش عامله الضجه الكبيره دي، لكن دايما بتكون ثابته وراسخه طول الوقت في اذهان القراء وبيرشحوها البعض،
وهي ده يمكن معيار نجاح الكتاب بالنسبه لي. عايز اروح ليك يا استاذ علي. استاذ علي عبد المنعم مدير نشر العربي في احدى مواقع النشر الصوتي، هنعرف بعد شويه النشر الصوتي، لكن عايز اسالك السوشيال ميديا افسد ام افاد؟ هو اكيد نوع من الافاده في الترويج، ماركتنج بقى سهل جدا جدا، وتلاقي شله كده داخله تقول اشتروا اشتروا واعملوا وحطوا الصور والكلام ده كله. ايه الضرر وايه الافاده؟ الافاده انها اتاحت حريه التعبير لناس كتير. والتقييم في الاخر ليك انت كمتلقي بقى، يعني انت ممكن الكلام ده يعجبك، ممكن تم معالجته بشكل، هي يعني السوشيال ميديا سهلت رقم واحد التعبير، حريه التعبير بقت متاحه لاي حد، ما فيش حاجه ممنوعه ما تقدرش تشيلها. النقطه الثانيه ان هي تقدر توصلك اسرع لمتلقين خارج الحدود كمان، يعني انت ممكن الكتاب ده لو طلع بشكل ورقي عشان توديه المانيا مثلا او توديه امريكا او توديه اي دوله اوروبيه او حتى في افريقيا او واتيفر في اي حته لقارئ عربي مش قارئ اجنبي، هتواجه صعوبات بالغه يعني. انما انت النهارده باستخدام مش السوشيال ميديا، تقنيات التواصل الحديثه او التقنيات الحديثه في النشر، الانترنت بكل معاييره بقى، في مواقع بتبيع كتب الكترونيه، في مدونات، في النشر محتوى الصوتي، يعني غير حتى بص النشر الصوتي ما هوش اجينست النشر الورقي اكيد، لا مفيش حاجه اجينست حاجه طبعا. عشان انا شايف انه يعني الصراع هيفضل يعني بقى لنا كتير صراع الكتاب الالكتروني عن الكتاب الورقي، هيفضل موجود طبعا، هيفضل موجود. متعة هي هي, هي هي اداره محتوى، هو يا فندم في الاخر اللي جوه الكتاب المطبوع ده هو محتوى تم انتاجه بشكل ورقي مطبوع، في انتاج تاني ممكن بشكل الكتروني مقروء، في انتاج تالت بشكل سمعي، انتاج كتب صوتيه تقدر تسمعها، ممكن المحتوى ده يحول الى فيلم او الى دراما، ممكن يحول الى عمل اذاعي اخر. في الاخر هي اداره محتوى. بعد شويه هنتكلم على النشر الصوتي. هل تحب تسمع الكتاب يعني حد بيقوله لك كده بيقراه لك مع مزيكا لطيفه؟ مع هل التجربه دي ممكن تكون موجوده في مصر بشكل جيد في الفتره الجايه، ونقتنع اننا بنشتري اونلاين كتاب صوتي؟ بعد شويه خلينا نطلع فاصل ونرجع نناقش هذا الموضوع، ونناقش ايضا حتى لا تنخدع في معرض الكتاب رقم 50. المطبعة في باب رزق، يوم متخصص للكتاب. عارف ان الموضوع يعني ايه، مش كل الناس بتبقى مهتمة بمسألة الكتاب، لكن انا اظن انه مرة بعد مرة ان شاء الله هنقدر نوصل، يبقى لينا بقى عشان نبدأ نعمل نادي كتاب باب رزق، نادي الكتاب، ونتبادل الكتب، وفي معنا كتب جوائز. والنهاردة خليني قبل ما انهي الحلقة بشوية بقى، بدل ما نقول ده في الاخر، يعني احمد هتقدم لنا للمستمعين كتب هدية. هنقدم للمستمعين 50 كتاب هدية. مش لسه قايل لي 100 يا احمد؟ 50 الحقيقة ورقم 100 ده جميل، بس ممكن ال 50 التانيين بقى من خلال صفحتنا على لا لا هو 50 كويس، لانك انت كمان قلت لي انه ده من البيست سيلر والطبعات الجديدة حقيقي الكتب، فكل اللي يحب ان هو يتلقى كتاب هدية من دار دون عن طريق باب رزق، يا ريت يدخل على صفحتنا 9090 يكتب يسجل اسمه، وان شاء الله الجوائز هتبقى موجودة في معرض الكتاب، هنقول الاسماء مين، ويبقى في معرض الكتاب. وعلي قاعد يشد الميكروفون برضو يقول لي طب وانا برضو في جوائز صوتية، استمتعوا بالكتاب الصوتي. يعني يشرفنا طبعا ان احنا نقدم للجمهور المصري في بمناسبه معرض القاهره للكتاب والمبادره الجميله اللي حضرتك عملتها، تخصيص يوم للكتاب والقراءه ده حاجه عظيمه جدا. هنقدم ان شاء الله 100 اشتراك شهري مجاني ل 100 مشترك، يقدر يدخل هيسمع اكتر من 25,000 كتاب باللغه الانجليزيه واكتر من 1,000 كتاب باللغه العربيه. حلو قوي ده بقى، هياخدنا عشان الناس تبقى برضو عارفة أستاذ علي، النشر الصوتي حضرتك قلت لي كتاب مطبوع أو كتاب مش مطبوع، بتاخد حقوقه ويتم تسجيل صوت مع مزيكا لطيفة، وتقدر انك انت تستمتع بكتاب سواء كان رواية سواء كان ايه تاني غير رواية، قصص قصيرة يعني مثلا. خلينا اوضح لحياتك، كل التصنيفات بتاعت الكتب متاحة ان هي تبقى اوديو بوك، بس ليها معايير شويه،
تبقى صعبه شويه في الاول. المعايير السليمه عالميا اوديو بوك از اوديو بوك، هو كتاب من غير اي مؤثرات صوتيه خالص خالص، ده الافضل. في حلقات بقى بعد كده بتبقى تنطبق عليها مثلا مسمى اوريجينال، مسمى بودكاست، يعني مسميات تانية ممكن هنا يخش بعض المؤثرات الصوتيه، لكن ككتاب حتى لو مصر يعني كتاب هو كتاب جاست وان ناريتور، قارئ واحد، ما يفضلش انه يبقى اكتر من ناريتور. الناريتور بقوته بقى بيقدر بيتحكم في الايقاع في الريتم، يبقى امتى كتاب بيتحلل كويس ان هو ده رومانسي ولا دوكيومنتري وثائقي ولا تاريخي، لان كل نوعيه من دول بتحتاج قارئ متخصص فيه او قارئ محترف في الحته دي، بحيث انه يقدر يوصل الاحساس ده للمستمع. كل نوعيات النشر متاحه يعني، بس الافضل بيبقى الناس بتحب دايما انها تسمع القصص، الروايه والشعر ممكن الادب يعني الاكثر، روايه شعر مجموعات قصصيه. الروايه جواها كمان في حاجات فيها تصنيفات، يعني ممكن الروايات المرتبطه بالخيال العلمي، مرتبطه بالجريمه، مرتبطه باحداث التشويق والاثاره، دي بتبقى اكتر نسبتها اكتر شويه في الاستماع. مواجهنا برضو حاجات عظيمه جدا، احنا عندنا مثلا كلاسيكيات محققه نسب استماع جيده جدا، كلاسيكيات مصريه يعني مثلا احسان عبد القدوس، عباس العقاد، يعني متوقعين ان شاء الله يوسف ادريس، احنا عندنا مجموعه كامله بتاعه الدكتور يوسف ادريس محققه نسب. قول لي الكتاب مثلا، احنا طبعا بنتكلم كده انك بتاخد بالاشتراك ده لينك اونلاين مش كده ولا موبايل ابلكيشن، اشتراك شهري بتسمع كل اللي انت عايزه عدد لا نهائي من المرات، وبتنزله عندك يعني بتقدر تنزله اوف لاين بس ما بيبقاش على الموبايل، يعني بيبقى على التطبيق اوف لاين تسمعه من غير انترنت، ده حمايه يفضل عندك اوف لاين. خلصته حابب تريبليس بتريبليس بكتير، يعني انت ليك ليميت مثلا وزن من 3 ل 5 كتب في الشهر تقدر تنزلهم اوف لاين، او مش في الشهر يعني انت بتخلص الكتاب حابب تشيله من على الشلف بتاعك وتربلسه بكتاب تاني عشان تسمعه وانت قافل الانترنت، مفيش اي مشكله خالص. كلام عظيم، دي حمايه للملكيه. الكتاب مثلا لو قلنا 200 صفحه وقته قد ايه تقريبا؟ يعني هقول لحضرتك حاجه، ال 200 صفحه تقريبا لو قلنا يعني متوسط الصفحه فيها مثلا 200 كلمه 200 في 200 حوالي 40,000 كلمه. احنا الساعه بتبقى حوالي 5800 كلمه، يعني ده هيبقى في حدود 6 ساعات ونص يعني 200 صفحه يبقى 6 ساعات ونص. بص انا مجربتش الحكايه دي، بس خليني بعد الهواء ابدا اجرب فكره الاستماع الى كتاب، لان ده هيبقى مفيد انك انت تقرا وتقرا في الكتاب العادي وتقدر تتابع كتب تانية. هو تمكين المعرفه، يعني الهدف الاساسي من فكره الاوديو بوكس هي تمكين المعرفه. انت دلوقتي كلنا معانا عربيات او معناش عربيات، ممكن في مشوار واحد ممكن تقعد ساعتين يا في مواصله عامه يا في عربيتك، وانت على طيارة ممكن تسمع. علي اقدر اعرف كم قارئ في مصر ده اشترك في الحكاية دي؟ يعني عايز اعرف حجم الاقبال، او السنة دي كان ايه والسنة اللي فاتت ايه. حياتك حاجة، احنا بقالنا فترة امبريبريشن يعني بنجهز للموضوع، اطلقنا فعلي في شهر 11 اللي فات في دولة الامارات العربية في معرض الشارقة، متارجتين كل المتحدثين باللغة العربية، يعني مش متارجتين مصر بس، احنا كسياسة شركة بنتعامل اللغة العربية هي لغة للمتحدثين بتوعها، مش ربطنها باقليم مثلا مصر او السعوديه او الامارات بس. بدانا الاطلاق في الامارات، معرض الشارقه بيبقى معرض في جمهور كتير وفي شركات كبيره من وصلت الرقم كام؟ لا يعني الارقام دلوقتي في اللغه العربيه مش اكوريت، ما ينفعش ان انا طيب اقولها. طيب قول لي انتوا ده بداتوه السنه دي؟ يعني ما فيش مقارنه بين السنه دي والسنه اللي فاتت مثلا؟ لا لسه يعني، لكن بس وورلد وايد مثلا احنا كستوري تيل كمنصه عندنا اكتر من 750 الف مشترك، يعني في 15 دولة كله. 15 دولة، فده رقم اتس هيوج يعني. وهو في ميزة طبعا ان ده بقى ايه، ما انك انت تعمل حتى الكتاب في مصر، مفيش تصدير، مفيش الكلام ده كله، متاح في اي وقت في اي حتة، القارئ العربي في امريكا بالزبط. في استراليا في كندا بالزبط. كل ده يقدر ان هو يسمع، يقدر ان هو يسمعه في اي وقت، يعني خلاص انت المعرفة بقت متاحة للجميع وبتكلفة. لو حضرتك حسبت سعر الاشتراك هو متوسط سعر كتاب في الاول مزبوط. وفي الاخر انت بتدفع في الشهر مثلا رقم هو متوسط لو رحت اشتريت الكتاب، يعني هتشتري 10 كتب لو بثمن كتاب واحد انت بتسمع اللي انت عايزه. ونرجع تاني نقول بالنسبه لاحمد ان الكتاب المطبوع ده مفيش تاثير على الكتاب المطبوع يعني. لا انا اعتقد كمان ان الكتاب الصوتي يمكن بيعمل ترويج كمان للكتاب المطبوع، لانه يعني مفيش حاجه تقدر تلقي حاجه تحديدا في مساله القراءه، لانه بيبقى في علاقه خاصه كده ما بين القارئ والكتاب اللي هو ماسكه في ايديه واحساسه بالكلمه وارتباطه بالصفحات، لو في كوت معين
بيعجبه بيعلم عليه بشكل معين، فده ليها احساسها وقيمتها. والكتب الصوتيه يمكن انا بشوفها كده انها بتعمل رواق يعني للكتب، مش العكس، مش انها تاثر على الكتاب الورقي ابدا يعني، لانه ده موجود اوريدي يعني بره، موجود تقريبا من 10 بره الوضع تاني في الكتاب خالص يعني. انت كتاب زي ده بقى انت بتقول لي مثلا محقق 4 طبعات ولا 5 طبعات يعني 5000 نسخه، ده ولا حاجه بره. طبعا بس اقصد ان الكتب الصوتيه بره بقى لها فتره زمنيه كبيره تقريبا حوالي 10 سنين او اكتر، وما اثرتش على الكتاب المطبوع يعني، ده موجود وبرده ده موجود. احمد وعلي انا عايز احتفي بيكم قبل ما انهي حلقتي بما انكم اول ضيوف للمطبعه في باب رزق. المطبعه برضو اللي بيسمعنا، مطبعه يوم خصصناه للقرايه والكتابه والكلام ده كله، ده يعني هيبقى فيها نطرح كتب ونقدم كتب هديه ونعمل خصومات على كتب كمان لو قدرنا، ونقدر اننا نكتشف مواهب جديده في الكتابه. بس عايز احتفي بقى بما انكم اول اتنين يشاركوني في المطبعه، وزي ما قلت لكم هي مش حلقه وتعدي، عايزين نفكر تفتكروا ايه اللي ممكن في يوم زي المطبعه في باب رزق نعمله للمستمع ويفيد النشر والثقافة. يعني عايزين بقى نلاقي نفسنا فعلا في عدد من الكتب بيطبع جيد ونوصل ناس أكتر. أنا شايف أنه لو في تقييمات للكتب، أو في مثلا كل يعني لو كل حلقة نوه عن كتاب معين، حتى لو كتاب جماهيري وإحنا مش حاسين إنه على مستوى النقدي قوي، بس نقدر نحن نوصله للجمهور بشكل نقول إن الكتاب ده تقييمه كذا على مستوى الجماهير كذا، على مستوى النقدي كذا، على مستوى الجوائز كذا، فده هيكون حاجة حلوة جدا، إن هو تعريف الجمهور بالكتاب، لأن ده شيء بيثير فضولهم وكمان بينشط عندهم ذاكرة القراءة بشكل عام، اللي هو لا أنا مش هحب ده بس هحب كتاب تاني، فأصبح الموضوع في ذهنه طول الوقت. فلو في جزء برضو من الحلقة عن الكتاب معين أو ترشيحات الكتب، ده هيبقى شيء عظيم جدا يعني. موافق، نكتب عندنا إن ده نعمل ترشيحات للكتب أسبوعية بتتغير. ومش بس كده، هديك 2 بونص. أنت اديتني 50 كتاب هنا في الجوائز، كنت أنا عايز 100، اديتني 50، هقعد أقولها لك 100. لا بديك بقى حاجتين برضو أديهم كده للأستاذ علي، إنه أولا أي فكرة تحبوا تطرحوها من خلال يومنا ده على مدى المواسم كلها اللي جاية إن شاء الله، طبعا حضراتكم هتكونوا، هيشرفني إنكم تعملوا كده. حاجة تانية، رشحوا لي مؤلفين جدد يكونوا ضيوفنا هنا معانا في يوم المطبعة في باب رزق. إيه رأيك يا علي؟ لا تحت أمرك، عظيم جدا يعني. وإحنا كمان ممكن ليتر أون نعمل يعني هنركز شوية مع السوق المصري، ان احنا ممكن قدام شويه يعني نطلع افكار، يبقى زي ما بيبقى فيه مسابقات للكتاب، مسابقات كتابه، ممكن يبقى فيه مسابقات للقراء والمستمعون نفسهم يعني. ممكن لو انت شايفها شكلها ايه يعني، ان هو يقرا الكتاب مثلا ويعرف يقرا الكتاب او يسمعه، ونعمل مسابقه اونلاين، فاللي هيخش يجاوب هيبقى ليه اشتراك هديه، جاست ميله هيروح له الاشتراك يعني، حاجه فاهم قصدي يعني، كلها حاجات انيشيتيف كده ان احنا نشجع الناس انها تطلع يعني، انها تطلع يعني، سواء كان هيقرا او هيسمع او يعني. نفسي الحقيقه ما اخبيش عليكم اننا نبقى زي بره كده، طبعه الكتاب يعني طبعه كتاب، وان المؤلف بما ان يعني احد المؤلفين في مصر، الواحد كان يتمنى كده يبقى مهنته بس انه بيالف ويكسب فلوس ويعيش بسطور يعني، لكن طبعا ده لا يحدث مع اي مؤلف، ولا حتى كان الاستاذ نجيب محفوظ والاستاذ احسان عبد القدوس يعني بكل قامتهم الكبيره. فنفسي مره بعد مره يكون من خلال باب رزق نقدر نوسع قاعده القراء. يعني ممكن بس طلب صغير برضو حضرتك، يعني ممكن يبقى في توجيه شويه في الحلقه دي للمدارس بره النظام الحكومي، يعني ممكن مش هيفضل انها تنزل مثلا من الوزير نفسه، في حصص قراءه، في مكتبات المدارس فيها كتب عظيمه جدا كمان يعني، حتى يعني لو مش حديثه فهي فيها كتب عظيمه، ان المدرسين نفسهم ومديرين المدارس سواء حكوميه او خاصه احنا نشجعهم على ده، ولو في حد عنده يعني تبقى زي مشاركه مجتمعيه، احنا نخلق المينستريم ده، كل افكاركم يعني الترابيزه دي تجمعنا باي فكره في اي وقت، واي شيء عموما يشجع على القراءه احنا مش هنتاخر عنه تماما في دار دون يعني. واحنا يمكن كنا توجهنا من اول يوم انه يبقى فيه جمهور جديد للكتاب،
والحمد لله يمكن نجحنا بشكل كبير في في في, في خلق الحاله دي، وان شاء الله مكملين ومع حضرتك يعني ان شاء الله. يا احمد انا عارف انه عدد قليل من دور النشر الشابه هي اللي فعلا قدرت تعمل ايقاع القارئ الفتره اللي فاتت، يعني الدور اللي اتعملت في العشر سنين اللي فاتوا كم عدد حد منها مش كلهم يعني هم اللي قدروا يعني يعملوا الحالة الثراء الموجودة واللي وصلوا الحقيقة اننا نوصل للخمسين سنة معرض كتاب. كل سنة طيبين وحياتك طيبة وبجد شرفتوني جدا. وقبل ما اختم فعلا كل واحد عنده بقى موهبة الكتابة يستعد، لان في الفترة الجاية اقول لكم انا الحقيقة هدخل في اعلان من خلال باب رزق من خلال دي ام سي اننا نعيد الرواية القصيرة، الرواية العربية القصيرة مهم جدا. الرواية اللي هي ممكن تبقى 70 صفحة 80 صفحة، انا عارف ان دول النشر ما بتحبوهاش قوي. لا ده بالعكس هي فن جميل جدا، ولا وهتلاقوا فيه في المعرض، يعني انزلوا معرض الكتاب السنه دي ان شاء الله وهتلاقوا كل الكتب اللي انتم بتبحثوا عنها واكتر منها كمان، والروايه القصيره الاستاذ يسري بيتكلم عنها والروايه كمان الطويله. شكرا استاذ احمد البوهي مدير دار داون للنشر والتوزيع، شكرا استاذ علي عم منعم مدير النشر العربي في موقع ستوري تيل شركه السويديه المتخصصه في النشر الصوتي، شرفتوني جدا جدا وشكوا حلو ان شاء الله ان احنا نعمل يوم جميل للكتاب اسبوعي في باب رزق. شكرا لحضراتكم شكرا للجمهور المستمعين لكل مستمعينا، واستعدوا وعودوا الى القراءه والكتاب الجميل. بكره حلقه جديده من باب رزق على راديو 90 90 هواها مصري مع يوسف فخر.